بلدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، مفيش ده بيكرع وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة الزهر يا ماما ان حضنك حلو قوي، بسمع كده يعني جربتش تدفى. مش كل واحد فينا في حياته وهم اسمه الحب الاول؟ فرح آية على ابن توفيق عبد العزيز كمان اسبوعين. انا وافقت احمد ان انا اجي النهارده، خفت ازعله. يمشي هو كمان. لم أقصد أبداً أن أطلق شهيرة أو أحيرها باختفائي من حياتها، وأعترف أني في شدة شوقي واحتياجي إليها. بص حبيبي الأستاذ قال لي كلمة مهمة أوي، قال لي لما حد يقعد حد في حياتي لازم تنعقد بعد ده. أنا مش قادر لوحدي ده، أنا اكتشفت إن أنا أصغر بكتير من أي وعد. أنت لو حابة إن إحنا ما نسافرش مش مشكلة، ممكن نتجوز ونقعد هنا. مش مسألة هنا ولا هناك، أنا مش هقدر أتجوزك يا سعد. ليه؟ لأني مش عايزة، مش عايزة أتجوزك. وحاولت واديتك فرص واديتني نفسي فرص، مش قادرة، مش طايقة. مش معقول أفضل في علاقة من باب الامتنان. وأنا وعدك إنك عمرك ما تشوفني تاني. عيط يا حبيبي، عيط. العيب بيغسل. وقت توجعي بس الوقت بيخفف الألم. وحياة أمك يا آدم، لا طلع عليك كل الوجع اللي أنا حاسة بيه دلوقتي.
اصل هو هيرجع. اهله دول متخلفين عقليا، قال فاكرين ان هو عامل في نفسه حاجه. كتب هيم، مين ده اللي ينتحر؟ انت عارفاه وعارفه انه بايخ وزاره بايخ زيه. ماما يلا عايزين نفطر. وده من امتى ده؟ من ساعه ما بدا يرجع بعد الفجر. عندي خبر حلو قوي. خير؟ اختكوا حامل. اختنا مين فيهم؟ انجي. النهارده عيد ميلادها، كنت بكلمها اقول لها كل سنه وانت طيبه، قالت لي انها حامل. يا حبيبتي ما شاء الله، هتبقي جده يا بلبل. انجي هابي بيرثداي انجي، هابي بيرثداي انجي، هابي بيرثداي انجي، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي ماما انجي. ماما يا ماما وحشتوني. ازيكم؟ وحشتوني قوي. يا فيفي معاكم؟ انا سامعه صوتها. ايوه. في الثالث يا بسيمه. تحفه يا نادين، تجنن. ميرسي ميرسي جدا. صرت قايل لك كذا مره ان انا بكره كلمه ميرسي، بس على العموم عابل 100 سنه. ميرسي. انجي انت ما قلتي لهم قبل هلا انك انت حامل بمصر؟ شو السبب اللي خليكي ما تقولي لهم وقت ما انت عرفتي؟ لا عادي يعني ما فيش سبب، جاتش فرصه. طيب وانت شو راح تعملي باللي كنتي راح تقوليه ليوسف قبل ما تعرفي انك حامل؟ تاني؟ انجي انا راح اقول وجهه نظري وانت من بعدها تصرفت لما انت بدك. هذا اذا بعدك مقرره 100% انك بدك تطلقي. ما تخلي موضوع الحمل هيدا يخليك تتراجع عن كل قراراتك. الطفل يلي بيربى بين ام وبي منفصلين عن انيعه احسن بألف مره من الطفل يلي بيربى مع ام عايش مع بي بالعافيه. بتفهمي وجهه نظري؟ فاهمه. فاهمه يا نديم كويس. ايه شو رح تطلقي؟ لا انا لو فضلت اشتغل معاك بعد اللي قلتهولك هنبقى بنضحك على نفسنا يا عبد السلام. انا مش عايز اتكلم اي حاجه شخصيه، احتراما لرغبتك هنفذ اللي طلبتيه وهبعد. انا لو عليا انا عندي 100 سؤال اساله لك، بس مش هسالك ولا سؤال منهم. شكرا. لانك لو سالت ما كنتش هجاوبك. ليه؟ عندكش اجابه ولا مش عايزه تجاوبي؟ ما انت قلت مش هتسال. صح. انا قلت كده. انا مش عايزك تسيب الشغل. انا محتاج لك. هلاقي فين حد زيك يا ابان؟ شوفي انت بقى افصل بين الاثنين. أنا بقولك مش هتدخل في حاجة خالص. في حاجة متغيرة. حاجة إيه؟ فاكر يوم ما كنا عندك أنا واتخانقنا وأنت؟ اليوم ده أنا روحتها ورجعت لك، فاكر؟ من ساعتها وفي حاجة متغيرة. بحاول أكلمها بس هي بتأثر معايا على طول في الكلام. بحس إن هي بتبقى قصدي ما تكونش موجودة في البيت الوقت اللي أنا موجود فيه. بتبقى صاحي وأنا نايم، نايمة وأنا صاحي. أنا ما مسكتش عليها حاجة بس حاسس إن في حاجة متغيرة. أنا وهي اتكلمنا كذا مرة من ساعة اليوم ده وما حسيتش بأي حاجة مختلفة. معاك أنت بس. معايا أنا الوضع مختلف. لا أنا سؤالي إن أنت متأكد إن في حاجة مختلفة من ساعة اليوم ده بالذات؟ مش عارف يا عم. تفرق. بس انا ما تتكلمش. الو. هاي انا في المصنع في العشاء.
عشاء ايه؟ لا مش فاكر اشمعنى. مين شادي وهيلدا بقى؟ شادي صاحبي اللي معايا في المعهد وهيلدا صاحبته. اللي انا قلت لك عايزين نعزمهم على العشاء. ركز. افتكرت. طيب انا حجزت بكره على العشاء وكلمتهم عزمتهم وقلت لهم ان انت هتيجي معايا. طيب خلاص تمام انا هفضي نفسي بكره وهاجي معاكي. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ نادر انا معايا ويتنج لازم اقفل دلوقتي. يلا باي باي. باي. طب يا ظريفه ايه بتعمل بلانز عشان معاك كمان؟ هو ده بقى اللي يقلق. من رابع المستحيلات الا تنجذب قطه بيضاء عديمه وجعانه الخبره الى مخزن الخبرات الذي ساقني اليه القدر. وكان اغلام كثيره تقيد كل جسدي وكانها تمد كفها الصغير وبمهاره فائقه تفك عقد الاغلال التي اكل عليها الدهر وشرب. وكلما تحررت من احد اغلالي كلما ازدادت درجه شعوري بالخفه والرغبه في التحريق. وانت جاي تشتغل ولا تبحلق؟ احنا مش اتفقنا ان انت تجيب ورقك وتيجي عشان نشجع بعض على الشغل؟ كل الكلام والافكار في دماغي مش عارفه تيجي منين. اعمل زيي ابتدي بالكلام عني. طول عمري بتكلم على حواليا لسه مره اتكلم عن نفسي. هو انت تعرف نفسك لدرجه ان انت ممكن تكتب عليها؟ يعني انا ممكن ارسم اي حاجه او اي حد انما ما يجيليش الجرأه ان انا ارسم نفسي. معرفش. جرب. خد نفس. انا كده اقلق بقى. ليه؟ اصلا ما بشوفش اصلا فهاخد نفسين هكح وحطيت الباب بسرعه فهتقعد تتراقي بقى وتضحك عليا زي ما انت قبل كده مسكرت اول مره عندك فكره. وحصل ايه؟ اديك قلتها ضحكت عليك واتريقت في الاخر ما حصلش حاجه. من زمان بس ادم كان خايف يوريها لك. لا تزعل. طب وفيها ايه؟ ما زعل. ما نعمل زي انت قبل كده. كان حصل لي حاجه؟ ما رايك؟ ممكن؟ قوي قوي. روح اشتغل.
كنت حاسة طبعا. مش قلتلك أصلك عيالك مش أغبية ولا أنت حويطة قوي يعني. طب لما أنت كنت حاسة ما سألتنيش ليه؟ وهو أنا من إمتى كنت بسأل أي حد فيكو عن أي حاجة؟ بس أنا مش أي حد، أنا أمك. يعني لو كنت جيت وسألتك كنت هتقولي لي إن في بينكم وبين بعض حاجة؟ لا كنت هخاف. كنت سبتيه دلوقتي عشان خايفة من المواجهة؟ لا، أنا عملت بروفات كتيرة قوي بيني وبين نفسي، ومن كتر البروفات اللي عملتها كنت عارفة إزاي حواجهك أنت وآية لما ترفضوا. أمال إيه اللي خلاكي فجأة كده ترفضي حب عمرك؟ لأن الحب محتاج طاقة وبراح ونفس مش موجودين عندي خلاص. الحب محتاج إنك تعيش عشان البني آدم اللي بتحبيه. وبعدين أنتوا كفاية عليا دلوقتي. يا ستي الراجل ما اعترضش وعنده استعداد يستناكي العمر كله. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي مفرجه حضرتك؟ كنا بندردش. اذا مبدر يعني ده حتى الفجر لسه ما ادانش. ما هي كده عم تفايد كلك مراتي ورا عليا. لا حقيقي وحكاية السهر والخروج كل يوم، أنت بتروح فين؟ مشاوير. تبقى على خير. مش هتتعشى؟ اتعشيت. هو هيفضل حاضر كده من غير ولا شغل ولا مشغلة؟ طب ما تسأليه. ما تسألي أنت يا ماما، أنت ما بتسأليهوش ليه؟ خايفة السؤال يضايقه. وأنا مش عايزة أضايق أي حد فيكوا تاني. كل المطربين الكبار لما سمعوه كانوا حابين ان انا الحن له. بس طبعا قبلها كان عامل الحان كتير حلو قوي. انا بصراحه وقتها ما كنتش حافظه اسامي الشعراء ولا الملحنين ولا اي حاجه، بس لقيت نفسي كده كل ما بتعجبني اغنيه بكتشف بالصدفه ان هشام هو اللي ملحنها. لحد لما تقابلنا اول مره كنت خلاص وقعت في غرام. أهلا مساء النور. في حجز؟ باسم نادر عبد العزيز. اتفضل. شكرا. دكتور هشام؟ انا خدت بالي. طب ايه نسلم عليه ولا ايه؟ هشام شرف ملحن كبير وكدكتور بتاعي انا وشادي. مساء الخير. اهلا. ازيك يا شادي؟ ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا هاي. هاي. ازيك يا حبيبي؟ مساء الخير. نادر جوزي. مساء الخير يا جماعه. اهلا يا حبيبي. اهلا بيك. مبروك ولو انها متاخره شويه. الله يبارك فيكي. شكرا. هيلدا دكتور هشام. هاي هاو ار يو. ايه انت رجعت من سينا امتى؟ ولا راجع اجازه ورجع تاني؟ انا عندي نحتايه كده اخلصها وارجع تاني. طب وبعدين بقى في موضوع النحت ده مش نشتغل بجد بقى شويه؟ الشغل بجد ده ما بياكلش عيش يا دكتور، فقلت انحت بقى شويه. اتفضلوا معانا. لا احنا ترابيزتنا هناك مش عايزين نزعجكم. اتفضل يا حبيبي. شكرا. على اذنكم يا جماعه. على اذنك يا دكتور. بكلمني يا شادي. اتفضل. انبسطت قوي اني شفت حضرتك. وانا كمان. خلي بالك من نفسك. على اذنك. بس شكلها بتحبك قوي البنوته دي يا زيزي. تلميذة هشام. رب صدفة خير من ألف ميعاد. شوف هترجم لها ازاي دي بقى. هترجم لها رب ازاي؟ ياست. فشختي؟ عايز تفهمني انك ما كنتش عارف؟ انا عارف ليه يا فيفي. يعني سعد ما كلمكش قالك؟ لا والحقيقه سعد بقاله كام يوم ما بيكلمنيش. يعني انا كل يوم الصبح بروح اكلمه بس مسقط يعني. ما تقولش لحد ان انا فسخت، وبالذات ماما. انا مش عايزه اضايقها ولا عايزه احملها هم اكتر من اللي هي شايلاه. اصلا انا مش عايزه حد يتكلم معايا في الموضوع، مش عايزه ارجع في قراري. ليه قررت تفسخي كده ليه؟ ده انا كنت ببذل مجهود فظيع
عشان افتح معاه اي موضوع بره الشغل، وحتى لو نجحت وفتحت الموضوع ده بعد 3 دقايق بنسكت، ما بنبقاش لاقي حاجه نقولها لبعض. انا كنت فاكره ان هو هيكلمك انت وماما عشان تتعايلوا عليا ان احنا نرجع لبعض. ده حتى لما سبت شغل عنده في العياده واشتغلت عند دكاتره تانيين ما عملش حاجه. انا كنت فاكره ان هو هيعمل زي ما عبد السلام عمل مع ماما لما كانت هتسيب عنده الشغل. يعني مش قصدي ان انا كنت عايزاه يتحايل عليا، هو انا كنت عاوزاه يتحايل عليا وانا ارفض، اصل هو معودني على كده. حتى المسجات اللي كان بيبعتها لي كنت بتريق عليها وبشتم فيها، بس اتعودت عليه. ايه مالك قاعد هنا كده ليه؟ مفيش. لا في وشك قالب من واحنا في العشاء. مالك يعني؟ انت ما خدتيش بالك من صاحب ميدا وعلاء لما قال انا سامع ان نديم عايش قصه حب؟ فرحت ميدا زغرال وكده، فرح قاطم الكلام. لا خدت بالي. وميدا هتصغر له عشان يسكت ليه يا انجي؟ ما دام ما كانش في حد قاعد غير جوزها واحنا، يبقى قصه الحب دي مع مين؟ معايا. انت متفاجئ؟ ما متفاجئش ازاي يعني؟ مش فاهم. بيشوفوني معايا اكتر ما بيشوفوني معاك. نتغدى هنا يوم ونتعشى هنا يوم، ودونا عن اي حد هو قرر ان هو يشاركك انت، بيعمل لك كل حاجه انت نفسك فيها في الشغل. تفتكر فعلا ان هما مش هيشكوا ان في حاجه ما بيني وما بينه؟ انا مش فاهم انت ازاي واخده الموضوع ببساطه كده. انت واخده ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ تفتكر ليه انا بعرف اقنع نديم بكل حاجه في الشغل انت ما بتعرفش تقنعه بيها؟ عشان انتوا صحاب، بينكوا صداقه يعني، بيثق فيكي وبيثق في كلامك. عايز انام دلوقتي. انا مش عارف. خلص الكاس ده. استنى كده. سعد. انت مش عايز تسلم عليا؟ لا خالص. انا بس ما حبيتش احطك في موقف يضطرك تعملي حاجه انت مش عايزه تعمليها. مش لدرجه اننا ما نسلمش على بعض يعني. عندك حق. ازيك؟ انا كويس. ازاي الاسره؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله. عشر ايام كل صحابي بالمركب، يلا تعالي معانا. طلعت معاهم قلت يومين على المركب وخلاص هنمشي من الجزيره دي، جزيره الشيطان ميكونوس دي. شهر ونص محبوسين في ميكونوس من الهوا، مش عارفين نمشي. كانت كارثه سودة. هو ريد واين ده بيفكرني يعني وانا بغرق. شويه اه. وتقريبا بيفكر اكتر من الوايت واين. لا مفيش حاجه اسمها كده، هو مود. ممكن تشرب ازازتين وما يحصل لكش حاجة، ممكن من كاس واحد يحصل لك اللي بيحصل لك ده. عمري ما قدرت افهم العلاقة بينك وبين ادم ابدا.
ما انا المره اللي كان سالته عن نقيب قباط. وقال لك ايه؟ هو نفسه مش فاهمها. متر. واحده كمان. واحده كمان ايه؟ انت مش بتقول سكران؟ اعطيك السعر والمسكر والمايكي. انت بقيت خلبوس كبير على فكره. شهاده والله. وانا مش قايل لك ان احنا رايحين نتعشى هناك؟ هو يعني انت عشان رايحين تتعشى هناك خلاص؟ ما كانت حرام علينا؟ قصدك ايه يعني؟ كنت عايزه تعكنني عليا خروجتي مع عزيزي؟ ولا عايزاني اشوفك معاه فغير بقى؟ عايز شادي يرجع ما يشوفش في عينيه غيرك. اما بقى انا وانتي في مكان انتي معاكي جوزك وانا معايا مراتي. طب ما انت فاهمني اهو مربيني يعني. رحت عشان عايزه احس ان مفيش حاجه. لما هشوفك هشوف استاذي قاعد مع مراته. ولا هتوجع ولا هغير ولا هبقى عايزه اصرخ واقول للناس انك بتاعي. قصدك ايه؟ قصدي اني مبقتش احب نتقابل هنا زي الاول. حتى لو نلعب مزيكا بس. انت بطلت تحبيني يا ايه؟ مش عايزه اكمل. مش حقيقي. انت ما تقدريش تبطلي تحبيني يا ايه. انت فاكر كده؟ قالها. أنا لما شفتها كنت عايزة أتأسف لها. حاسة إني بسرق حاجة مش بتاعتي. كدابة يا آية. كدابة. أوكي. مش عشانها. أنا ما بقتش عايزة. أنتِ بتحبيني يا آية. كنت وما بقتش. هي دي مملكة آدم. لما كنت باجي لآدم وأنا محتاس ده كان بيحصل كتير قوي. كنت أطلع أقعد أدردش معاه. أقعد أرغي 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 لغاية ما أرجع أحسن من الأول. زي ما انا كنت متخيلها بالظبط. ده درج الهدايا اللي صاحبته كانوا بيجيبوها له. انا ما اعرفش الحكايه. انا اعرف. اعرف عنه كل حاجه وهو يعرف عني اي حاجه. لما كنت ببقى عاوز اعمل حاجه مجنونه كان هو الوحيد اللي ببقى عاوزاه يبقى معايا.
عارفة ان هو الوحيد اللي قرأ القصص بتاعتي في البيت كله وعجبته قوي. عارف كان شايف ان ما عنديش خبرة كافية ولازم انزل الشارع واختلط بالناس عشان يبقى عندي خبرات عشان اكتب زي باقي الكتاب. انا هرسمه وهو نايم على السرير ده وهرسمه بره هناك. تفتكري انا ضربته هو اللي خلاه يعمل في نفسه كده؟ ما تقولش يعمل في نفسه كده يا حمار انت. احنا اتفقنا انه مستحيل يعمل كده. كل ده نوم؟ ده انت بقالك 10 ساعات نايم. كنت عاوز اصحى. حلمت بقى. الله يا بختك. فني على حاجتين. ايه؟ انتي بتكون فرحانه قوي احنا ما بنفرقش بعض. وايه الحاجه التانية؟ انخرط. فني هو متعصب قوي زي لغايه دلوقتي ما عملناش المشروع. هو احنا ما نعملش شركه نشتغل المخرط دي ونشارك بيها اخو حبيبه؟ ايه عاوزين الحريقه تولع في بيتكم تاني؟ انتوا ناقصين؟ مش هو ده اللي هيحصل. المره دي ما حدش في البيت خالص هيمنى ان احنا نفك الوديعه ونجيب المخرط عشان خاطر يا ادم. المهم دلوقتي نروح لاخو حبيبه واصلح اللي حصل بينا ده واقنع المشاريع. السلام عليكم. السلام عليكم. أمال الأصبع ده فين؟ ثانية واحدة كده. يا اسطى في حد بيسأل على الأصبع ده؟ معلش يا باشا والله إحنا آسفين الرص. بالفطرة وما عندوش إحساس.
تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرحي وغل وناس عنك تشيل همك ويفرح ولو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة بيكره وده بقى